رحلة معرفية في عالم البيئة. انطلاقة إشارة البدء للفصل الدراسي الثاني بدأت مدرستنا الابتدائية الأولى أبناء بقيادة المعلمة نوال بلوي ومساندة مركز مصادر التعلم. الاستعداد لرحلة معرفية بعد أن وقع الاختيار على مادة التربية الأسرية للصف السادس. حان وقت انطلاق الرحلة وتلقينا مهام الرحلة والتعليمات التالية. أن أجلس بهدوء وأستمع لتعليمات قائدة الرحلة. أن أستأذن دائما عند الرغبة بالتحدث. أن لا أقاطع حديث زميلاتي وقائدتي أثناء الرحلة. أن لا أزعج الآخرين بصوتي وحركتي. أن أحافظ على نظافة مكان الرحلة. ركبنا الحافلة مرددات دعاء الركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان المشهد رائعا والطريق جميل وسط الحقول الخضراء المتراقصة على جنبات الطريق. كانت الأشجار متراصة وكأنها تقدم لنا التحية الصباحية وتتمنى لنا رحلة معرفية ممتعة. رحلتنا المعرفية الممتعة. فأهلا بكم ضيوفنا الكرام.